كيما تنشوفوها من تحت ماشي كيما فوقها. على بالك باللي الراس مبوقة، على بالك باللي تحت معوقة، على بالك باللي شحال من واحد عينو فيها باغي الفرصة باش يحرقها. شحال من واحد ساقط فيها وسرقة، شحال من واحد باعها غي بالمرقة، شحال من واحد خارج يدار على حقه، شحال من واحد خارج باش يفرق. جديد مؤخرا كنظن سمعتي كليب ولا شي ديسكو ديال اجي معايا، يعني هذا هو الجديد حاليا. الحمد لله الجمهور عجبو، ديسكو يعني حاولت نوصل فيه واحد الفكرة ديال اجي معايا، يعني هو ديسكو شوية قاصح شوية، شحال الناس توحشوني اصلا نخرج شي حاجة فحال هكا. والميساج راه كان واضح ووصل والناس فهموه، يعني مفهوم اجي معايا. المهم خدام حاليا، عندي بزاف بروجيات السنه في استوديو ما كنخرجش فهمتيني، يعني كنخدم بزاف، وملي كنشوف شي 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 موضوع اللي خصو يخرج دابا كنخرجو فهمتيني. يعني عندي بزاف الافكار منزلين، يعني الحمد لله هذا العام هذا غادي يكونوا ديسك بزاف ان شاء الله. من الواقع ديالنا، من المحيط ديالنا، المجتمع ديالنا اللي عايشين فيه راك عارف. بالنسبه للكتابه زعما انا كنكتب في الدار، عندي واحد استوديو صغير في الدار تما كنكتب، يعني ما عنديش شي وقت بالضبط على حسب، الا عندي شي فكره عندي شي موضوع كنكتب، ولكن نقدر نقول لك الليل اغلبيه الليل كيعجبني نكتب بالليل باش كنكون ترونكيل، ما كاين يعني ما يديرونجي حتى شي واحد. دابا الا لاحظتي من ناحيه الستيل راه كيتبدل نورمال، حيت دابا الا سمعتي مسلم ديال التسعينات ماشي هو مسلم 2000، ماشي هو 2005، ماشي هو ديال 2010، وماشي هو دابا 2018، فهمتي كيفاش؟ يعني الراب ماشي هو كيتبدل، وانا كنبدل الستيل ديال الراب، ولكن المبادئ كيبقاو هما هادو. كاين افكار نصورو كليب على برا، كاين بزاف الحاجات فهمتيني، يعني ان شاء الله في المستقبل غادي يكون خير ان شاء الله. الجمهور ديالي يعني كيبقى هو راس المال ديالي، هو يعني به باش انا فهمتيني فارض راسي، يعني هو الجمهور هو اللي كيعطي قيمه للفنان فهمتي كيفاش. فانا كنحاول دائما نعطي داكشي اللي باغي وداكشي اللي كيتوقع مني، كنحاول هو اللي داكشي هو اللي نعمل، والحمد لله كنظن انا توفقت في هادشي هذا، يعني ان كاملين نجيب العز ولا كحز. اجي معايا شوف بعينك وما تلومني، دراري بين زناقي عايشين كيف الزومبي، ما على بالي بيقول اللي معاكي.